السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي ومع امتحان متوقع لعلوم الصف الخامس. يلا نبدأ مع بعضنا كده. السؤال الأول بيقول أكمل العبارات الآتية. واحد، تتسبب علاقة الافتراس. عارفين الدرس بتاع درس علاقة الافتراس اللي هو اسمه ايه؟ درس ده العلاقات الغذائية. تتسبب علاقة الافتراس في نقط أعداد نقط. تتسبب علاقة الافتراس في نقط أعداد نقط. طب تعال نشوف كده، ها ثبات أعداد الفرائس. تمام، يبقى علاقة الافتراس بتتسبب في ثبات أعداد الفرائس، ما تقولش لا زيادة ولا نقص، هي بتنقص ولا بتزود، لا دي بتعمل عملية ثبات في أعداد الفرائس عشان تساعد في التوازن البيئي. رقم اتنين، ها المغناطيس نقط هو إحدى خامات الحديد المسماة أو المعروفة باسم نقط. المغناطيس إيه؟ المغناطيس، سامع حد بيقول؟ الطبيعي، ممتاز. هو إحدى خامات الحديد المعروفة باسم الماجنتايت. تمام، برافو عليكم. ثلاثة، تبدو الأجسام الشفافة، أجسام شفافة مش أجسام معتمة، بلون الضوء الذي شفافة، خلي بالك ها، الذي تنفذه أو ينفذ منها. رقم ب، ماذا يحدث في الحالتين الآتيتين؟ واحد، عند مرور الضوء من خلال ثقوب ضيقة، خدناها دي، ها تتكون صورة مقلوبة مصغرة. رقم اتنين، ايه اللي يحصل؟ ماذا يحدث يعني ايه اللي يحصل؟ تقريب قطب شمالي لمغناطيس من قطب شمالي لمغناطيس اخر. قطب شمالي مع شمالي، اتنين متشابهين اهم، قطبين متشابهين، يبقى يحصل ايه؟ هيحصل تنافر، يبقى نقول كده يتنافران. كده السؤال الاول ايه؟ خلص. خش على السؤال الثاني، اختر الاجابه الصحيحه. سؤال سهل بس بيبقى عايز تركيز شويه وعايز فهم. يتكون ملف المغناطيس الكهربي، الملف، السلك بتاع الملف، من سلك معزول متغطي كده بماده بلاستيك كده، مصنوع من، يبقى السلك اللي مصنوع منه ملف المغناطيس الكهربي مصنوع من، ها من النحاس الكربون الالومنيوم، سلك اللي بنوصل بيه الكهرباء، اللي بنوصل بيه المروحه، السلك ده مصنوع منين؟ من النحاس. تمام، ممتاز. رقم اتنين، المذيب في مخلوط الشوكولاته واللبن هو المذيب، المذيب يعني اللي هندوب فيه، في مخلوط الشوكولاته او اللبن هو اللي هندوب، مش المذاب، المذاب اللي هيتدوب، المذيب اللي هندوب فيه اللي هو السائل اللي هندوب فيه هو الماء، اللبن، الشوكولاته، ها المذيب هو، ها سامع حد بيقول؟ اللبن، ممتاز. العلاقه بين القط او بين القط والفار، مثال علاقه بيعمل ايه القط الفار؟ ها علاقه ايه؟ افتراس، ترمم، تطفل، ها افتراس. انواع الطفيليات، الطفيليات القمل والبعوض والهريسيا انواعها ايه؟ فيها انواع خارجيه ولا داخليه ولا كل ما سبق؟ كل ما سبق. رقم ب، علل لما ياتي. علل يعني ايه؟ يعني اذكر السبب، يعني بما تفسر، يعني لماذا. رقم واحد بيقول نرى التفاحه، نرى التفاحة باللون الأحمر، عيني بتشوف التفاحة الحمراء باللون الأحمر. يقول تاني، نرى التفاحة باللون الأحمر. طبعا واحد يقول السؤال ايه ده، سؤال تافه. لا هو مش تافه، هو عايز يقولك تفسر لي ازاي عينك بتشوف التفاحة باللون الأحمر ومعروف ان ضوء الشمس لونه أبيض، ها لأن التفاحة بتعمل ايه؟ بتعكس الضوء الأحمر، وباقي الالوان بتعملهم ايه؟ بتمتصهم. يبقى الاجابه هتكون نرى التفاحه باللون الاحمر لان التفاحه بتعكس الضوء الاحمر وتمتص باقي الاضواء. لو انت كتبت لان التفاحه بتعكس الضوء الاحمر اجابتك هتعتبر صحيحه. رقم اتنين، المغناطيس الكهربي مغناطيس مؤقت مش دايم. امال ايه المغناطيس الدائم؟ اللي هو الماجنتايت، المغناطيس الطبيعي. المغناطيس الكهربي ليه مغناطيس مؤقت؟ مش على طول، مش دايم ليه؟ ها؟ هو مغناطيس كهربي بيشتغل بيه؟ بالكهرباء. طب لو فصلنا عنه الكهرباء
مش هيبقى مغناطيس. يبقى هنقول كده الإجابة هتكون لأنه يفقد مغناطيسيته قوة الجذب تحته بفقد التيار الكهربي. رقم 3، أهمية علاقة الترمم في التوازن البيئي. عارفين احنا علاقة الترمم اللي هي الكائنات اللي بتتغذى على الجثث الميتة، العلاقة دي ايه فائدتها في التوازن البيئي؟ ليها فايدة، ليها فايدة مهمة. طب مهمة ليه؟ لكذا سبب. احنا هناخد سبب كده المهم اللي هو السهل الناس كلها بتحفظه بسهولة، علشان علاقة الترمم بتعمل ايه في البيئة؟ بتخلصنا من الجثث الميتة، والجثث بالساء مش بالسين. ممتاز. خش على السؤال الثالث، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. خلي بالكم السؤال ده سؤال للشطار هم اللي بيقعوا فيه، سؤال سهل ولكن نتصرح فيه، نحاول نفهم المفردات كويس تحت الجملة، عشان احيانا بيبقى فيه لا او بيبقى فيه اثبات او نفي، هو اللي بيأثر على الجملة ويخليه تتلخبط فيها. بيقول هو الترمم، لسه كنا واخدينها من شوية، علاقة غذائية تحصل فيها الكائنات المترممة التي تقوم بالترمم على غذائها بتحليل البقايا العضوية. ها؟ بقايا عضوية، كائنات مترممة بتغذى على البقايا العضوية، جثث ميتة، بقايا نباتات، ها؟ كان ده صح ولا غلط؟ ها؟ البكتيريا بتعمل ايه؟ كلام طبعا صح. خش على رقم 2، تعتبر سلطة الخضروات من المخاليط، جزر ومعانا مثلا طماطم وشطه وخيار. المخاليط دي ينفع مخلوط ده؟ ينفع مخلوط، صح. يعتبر الترشيح والتجمد، ترشيح والتجمد، ركز معايا، والجذب المغناطيسي من طرق فصل المخاليط. الترشيح ماشي، التجمد اقف عندها شويه كده، خدناها في الدرس التجمد دي؟ لا. طب الجذب المغناطيسي ماشي، يبقى ايه الكلمه اللي بطلت الدنيا هنا؟ كلمه ايه؟ التجمد. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ خطا. رقم 4، تزداد قوه جذب المغناطيسي الكهربي. المغناطيسي الكهربي خدناه من شويه مغناطيس مؤقت، القوه بتاعته بتزيد، قوه الجذب بتزيد بزياده التيار الكهربي. الاجابه صحيحه. اذكر فائدة واحدة لما يأتي. ايه فائدة اللي هو اللي جاي ده؟ اوحى البوصلة اللي هي فيها مغناطيس صغير حول الحركة. ايه فائدة البوصلة دي؟ ها؟ معرفة المواقيت؟ لا، عد الساعة. ما اللي بنعمل بها ايه؟ معرفة الاتجاهات او تحديد الاتجاهات او الجهات الاصلية. الدينامو اللي هو بيحول، ها؟ بيحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربية، وممكن نقول انتاج الكهرباء، وبرضه الإجابة هتبقى صحيحة. السؤال الرابع والأخير في الامتحان الأول، انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب عما يأتي. زي ما احنا شايفين كوباية فيها مية، والقلم يبدو كأنه مكسور، يبدو ومش مكسور، كأنه مكسور. الظاهرة دي ظاهرة إيه؟ خدناها في الدرس الأول، درس الضوء. ها؟ ظاهرة انكسار الضوء، مش انكسار القلم، انكسار الضوء. لو قلت القلم ممكن تعتبر إيه؟ خطأ. لماذا يبدو القلم مكسورا؟ ايه اللي خلى القلم يتكسر؟ هو ما اتكسرش، هو يبدو كانه مكسور بسبب ايه؟ بسبب انكسار الضوء، او لان الضوء ينكسر بين الماء والهواء. السؤال رقم ب في نفس السؤال الرابع، بما تفسر. برضه بما تفسر هي علم، هي اذكر السبب، اذكر تفسير. كل اجابات هي بمعنى واحد، عايز يقول لك اذكر للسبب او اذكر تفسير علمي او لماذا. يعتبر الماء مذيبا عاما، الماء ده مذيب عام، يعني بيدوب فيه حاجات مواد كتيره. ليه؟ لانه ها لقدرته على اذابه الكثير من المواد. الافتراس اقل شيوعا، يعني شيوعا، كلمه شيوعا دي يعني اقل انتشارا في عالم النبات. الافتراس مش منتشر جوه في النبات، ليه؟ ها فاكرين النباتات بتعمل ايه؟ خدناها في رابعة، ها؟ النباتات بتعمل ايه؟ هي الكائنات بنسميها كائنات ايه؟ كائنات منتجة أو كائنات ذاتية تغذية، لأنها تقوم بعملية البناء الضوئي. يبقى أي إجابة هتنفع معايا؟ أقول لأن النباتات كائنات ذاتية تغذية، أو لأن النباتات كائنات منتجة، أو لأن النباتات تقوم بعملية البناء الضوئي.
السؤال الاول في الامتحان التاني. امتحانات سهلة وبتعتمد على العناصر الاساسية في كل درس. يعني مثلا رقم واحد بيقول المادة التي تسمح بمرور الضوء خلالها بنسميها هي المادة دي. ها؟ بنسميها المادة ها؟ الشفافة. واحد يقول طب انا هكتب الزجاج. هو مش محدد لك انا ممكن تنفع الزجاج. الاقطاب المغناطيسية المتشابهة بيحصل لها ايه؟ شمال مع شمال، جنوب مع جنوب. يحصل لهم ايه دول؟ يتجاذبوا؟ لا، هنقول ايه؟ يتنافران. الاقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر لا تتجاذب. طب انا هكتب لا تتجاذب، تنفع؟ تنفع. تتنافر ينفع؟ تنفع. لا تتنافر الاجابة هتبقى غلط. يتنافر او لا تتجاذب. رقم ثلاثة يتم فصل مكونات محلول الملح. ملح ولا ملح؟ احنا صعيدا بنقول ملح والقرآن برضو بيقول ملح. يتم فصل مكونات محلول الملح عن طريق محلول الملح، مية وملح. نفصلهم من بعض ازاي؟ بنفصلهم عن طريق عملية التبخير. اربعة، ديدان البلهارسيا تصيب الانسان ويطلق عليها اسم ديدان البلهارسيا بتصيب الانسان ويطلق عليها اسم سامع حد بيقول طفيل، واحد بيقول عائل، يا ترى مين فيهم الصح؟ طبعا هي طفيل، ولذلك احنا بنسميها طفيليات. يبقى الديدان البلهارسيا بتصيب الانسان ويطلق عليها اسم ايه؟ طفيل. طب لو الانسان، لو قال ديدان البلهارسيا بتصيب الانسان ويسمى الانسان ايه؟ كنا هنقول الانسان هيسمى عائل. يبقى الاجابه الديدان البلهارسيا تصيب الانسان ويطلق على هذه الديدان اسم طفيل داخلي، انا بتعيش داخل الانسان. عن اللي ما ياتي، واحد يعتبر الالومنيوم ماده غير مغناطيسيه. ها؟ لان الالومنيوم ها ماده لا تنجذب للمغناطيس. يبقى اي ماده ما بتنجذبش للمغناطيس هنسميها ماده غير مغناطيسيه. خش على السؤال الثاني، اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. سؤال سهل وعايز تركيز. بيخاطب بيه الشطار، بس طبعا في ناس بتفرح بيه، ولكن اللي بيفرح بيه ومش مذاكر بيجع من السؤال دوت. رقم واحد من المواد المغناطيسيه. يعني ايه مواد مغناطيسيه؟ يعني مواد بتنجذب للمغناطيس. مين اللي بينجذب للمغناطيس من التلاته دول؟ النحاس والحديد والالومنيوم؟ طبعا المغناطيس حديد بيجذب حديد، يبقى اكيد هتبقى مين؟ التانيه دي الحديد. يبقى من المواد المغناطيسيه الحديد. رقم اثنين، عندما يختلط نوعان واكثر من المواد، يختلط نوعان، خلي بالك من كلمة يختلط دي لا تحل لك المشكلة، نوعان او اكثر من المواد، الناتج هيسمى عنصر مركب ها مخلوطا. تمام، برافو. من الكائنات المترممة اللي هي بتعيش على بقايا الجثة الميتة او بتتغذى على البقايا العضوية. ها الانسان، الانسان ده كائن ايه؟ مستهلك، خدناه في رابعة. ها البكتيريا، حيوان، نبات، يبقى ما عنديش غير ايه؟ كلهم دول كائنات مستهلكه ومنتجه. الانسان والحيوان كائنات مستهلكه والنبات كائن منتج، يبقى ما عنديش غير البكتيريا دي هي اللي كائن ايه؟ مترمم. يبقى انا ممكن لو مش مذاكر استخدم طريقه الحذف وافتكر المعلومات دي. الانسان كان مستهلك، البكتيريا مش عارف، الحيوان كان مستهلك، النبات كان منتج، يبقى مين اللي قاعده معايا مش كائن مترمم او مش كائن منحدي؟ يبقى هي معايا البكتيريا، وهتلاقيها برضو اجابتك صحيحه. من امثله المخاليط السائله الرمل والماء. الرمل والماء لا يختلطان. عصير الليمون والماء ها يختلطان. الملح والرمل لا يختلطان. يبقى ما عنديش غير مخلوط سائل اللي هو المحلول، يعني اللي هيبقى مين؟ ما هو مخلوط سائل يعني ايه؟ يعني محلول. يبقى ما عنديش غير عصير الليمون والماء هم اللي هيدوبوا بعضهم ويتكون عندي مذيب ومذاب. رقم ب، ماذا يحدث اذا؟ ايه اللي هيحصل لو مر الضوء خلال منشور زجاجي ثلاثي؟ الضوء عدى في منشور زجاجي ثلاثي، ايه اللي هيحصل؟ خدناها في الكتاب في اخر درس الضوء. ها هيتحلل الضوء الى سبع الوان. كيف يمكن فصل مخلوط من الماء والزيت؟ عندي ميه وزيت مخلوطين في بعض، افصلهم ازاي؟ ها برضو اخر درس المخلوط، ها اخر اداه فصل المخلوط اللي هي الماء والزيت خدناها اللي هو باستخدام قمع الفصل.
السؤال الثالث اكتب المفهوم العلمي. هنا مطلوب منك تكتب التعريف، جيب لك هو التعريف كامل وانت هتكتب بس اسم التعريف. طاقة يمكن رؤيتها وتسمى بالطيف المادي. اول معلومة في الدرس بتاع الضوء اللي هو تعريف الضوء. منطقة على المغناطيس، على مش حاولة، اصل حاولة تديك معنى تاني، لكن على يعني جوه المغناطيس. بتزداد فيها القوة المغناطيسية، يعني تزداد يعني القوة المغناطيسية مركزة فيها، بتكون فيها قوة مغناطيس اكبر ما يمكن، اللي هي مين دي؟ هما منطقتين مش منطقة واحدة، اللي هما بنسميهم القطبان او قطبان المغناطيس. وكلمة قطب في اللغة العربية بنطلق عليها لأي جزء الحال القوية، قطب في العلوم يعني شاطر في العلوم، قوي في العلوم، قطب في الطب، فكلمة قطب يعني منطقة قوية. فلما نقول منطقة في المغناطيس قوية بتزيد فيها قوة المغناطيس نقصد بها القطبان. رقم ثلاثة المخلوط الذي يوجد في حالة سائلة. مذيب ومذاب يوجد في حالة سائلة اللي هو المحلول. أربعة علاقة مؤقتة. علاقة مؤقتة، درس ايه ده؟ درس العلاقات الغذائية. تنتهي هذه العلاقة بالتهاب الفريسة. فريسة ها هي بتحق محلولة، النقطة محلولة وحديها أو جزء منها، يبقى دي علاقة مين؟ الافتراس. اكتب اسم الأداة المستخدمة في تحديد الاتجاهات الأصلية. الأداة اللي بنحدد بها شرق وغرب وشمال وجنوب وخاصة الشمال، اسمها ايه الأداة دي؟ ها البوصلة، فيها واو، البوصلة، ما تنساش الواو. ما هي أسباب اختلال التوازن البيئي؟ آخر درس خدناه ده، إيه اللي بيخلي التوازن البيئي بيختل؟ طبعًا أسباب كتيرة جدًا وأبحاث كتيرة جدًا، إحنا هنحاول نختصر ونكتب حتى سبب واحد. إيه أسباب اختلال التوازن البيئي؟ ها؟ إن في بعض الناس بتحاول تزيد إيه؟ نقول بتصيد الحيوانات المفترسة، وده هيعمل إيه؟ هيؤدي إلى زيادة عدد الفرائس. صح كده؟ طب تعالى نشوف كلام. يبقى قطع الأشجار وزيادة أو نقص أعداد الفرائس، وحاجات كتيرة جدا أنت ممكن واحدة بس إيه هتكفي والإجابة بتاعتك تبقى صحيحة. السؤال الرابع صوب ما تحته خط. هنا هو عايز منك تصوب الكلمة اللي تحتها خط بس، ما تصوبش الكلمة اللي بمزاجك أنت، وفي كلمة هو عايزك تصححها يعني اعتبرها مش موجودة. يعني الكلمة مثلا تعال شوف المصدر الأساسي للضوء على سطح الأرض هو، سيبك من كلمة القمر اعتبرها نقط، لكن ما صححش انت من دماغك. المصدر الاساسي للضوء على سطح الارض، وهعتبر ان كلمه القمر دي مالها مش موجوده، وانا هكتب مكانها كلمه هعتبرها نقط. المصدر الاساسي للضوء على سطح الارض، اكبر مصدر بينور الارض كلها اسمه ايه؟ الشمس. الاضواء الاحمر والاخضر، وكلمه الازرق الفاتح دي هعتبرها نقط. اضواء اوليه، احنا خدنا الاضواء الاوليه احمر واخضر ها وازرق، برافو. تستخدم طريقة نقط، هعتبر كلمة الترشيح دي مش موجودة. تستخدم طريقة نقط لفصل مادة صلبة تذوب في الماء، صلبة تذوب في الماء. ها؟ ترشيح ما ينفعش، الترشيح دي عايزة إيه؟ ترشيح دي عايز مادة إيه؟ تكون ما بتدوبش زي الجش كده، لكن هنا إيه هو؟ ده عايز مادة تذوب، يبقى تذوب ما بيتقدمش غير التبخير. يسمى الإنسان في علاقة التطفل بنقط. أنا ما أقول بنقط ليه؟ هنسى كلمة الطفيل عشان هي اللي بتلخبطني. يسمى الإنسان في علاقة التطفل بالعائل، لأن هو اللي بيتغذى عليه الطفيل. انظر للشكل ثم أجب. سؤال سهل خالص. سؤال سهل خالص وباين كده واخدينه إحنا في الكتاب، صورة من الكتاب، متاخدة كوبي من الكتاب. هذه إحدى طرق فصل المخاليط، صح كده؟ وتسمى طريقة، أنا سامع واحد بيقول المغناطيس تمشي، ولكن إحنا إيه الأصح والإجابة الصحيحة؟ هتبقى الجذب المغناطيسي. تستخدم هذه الطريقة إمتى؟ لفصل مخلوط من، ها؟ في الكتاب جابها لك إيه؟ لازم أن يكون فيها مخلوط من برادة الحديد، ها؟ والرمل. سامع واحد يقول والدقيق تمشي. المهم لازم أن يكون المخلوط إحدى مكوناته ايه؟ الحديد. يبقى هنقول برادة الحديد والرمل والدقيق، اهم حاجة يكون ايه؟ برادة حديد او مسامير، اي حاجة فيها حديد، مادة مغناطيسية لفصل مخلوط من مادة مغناطيسية واخرى غير مغناطيسية برضه تبقى اجابة صحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.